الحلي ما يتزين به من المعادن والأحجار الكريمة، فهل في الحلي زكاة؟ الحلي تنقسم إلى قسمين، الأول ما كان متخذا لغير الاستعمال والزينة، كالمتخذ للتجارة أو للإجارة أو للادخار والتوفير، وهذا القسم لا خلاف في وجوب الزكاة فيه، الثاني ما كان متخذا بقصد الاستعمال والزينة، وهو نوعان، الأول ما كان من غير الذهب والفضه كالماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوها من الاحجار الكريمه وهذا النوع لا زكاه فيه بالاجماع الثاني ما كان من الذهب والفضه وبلغ النصاب وهو خمسه وثمانون جراما للذهب وخمسمائه وخمسه وتسعون جراما للفضه وحال عليه الحول وهو ايضا قسمان الاول ما كان استعماله محرما كاتخاذ الرجل لأساور وخواتم الذهب، وهذا القسم تجب الزكاة فيه بالإجماع، إذ التحلي به لم يخرجه عن كونه مالا زكويا، لأن الشارع لم يأذن في هذا التحلي فصار في حكم غير المستعمل. الثاني، ما كان استعماله مباحا، وهو المراد غالبا بمصطلح زكاة الحلي. وهذا القسم وقع فيه خلاف بين العلماء فجمهور العلماء على انه لا زكاه فيه فهو كغيره مما تقتنيه المراه للزينه ومن العلماء من راى وجوب الزكاه فيه لعموم النصوص الوارده في وجوب الزكاه في الذهب والفضه ولانه احوط وابرا للذمه والامر في هذا واسع والخلاف فيه معتذر واما القدر الواجب اخراجه في الحلي فهو ربع العشر ويكون اما من قيمه الحلي واما من الحلي نفسه فيكون في المئه جرام جرامان ونصف الجرام